بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ النهارده غدانا ايطالي على مصري. طيب غدانا النهارده عباره عن نجرسكو. ايه النجرسكو ده يا شباب؟ عباره عن مكرونه بالفراخ. طبعا هنسلق المكرونه بالسلق عادي، اي نوع مكرونه انت حباه، هي بتتعمل اصلا بالسباجيتي، ما عندكيش سباجيتي حطي اي نوع انت عايزاه. مقادير الحشوه بتاعتي: صدور فراخ مقطعة، طبعا اغسلها الاول كويس جدا بالملح والخل والليمون، بعدين اقطعها. عندي بصلة، عندي جزر مبشور، ده اضافة من عندي، عندي سبانخ، وعندي كمان مشروم. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط طاسة على النار واحط عليها شوية زيت، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت معلقة زيت في طاسة تيفال سخنة جدا، وهنزل دلوقتي عليها بالفراخ. حطيت الفراخ والزيت سخن جدا علشان ما تجيبش ميه، وابدا ان انا اشوحها شويه بشويه، وبعدين هضيف بقيه المكونات. هوريها لكم كمان شويه. هقلب الفراخ بتاعتي على نار عاليه جدا لغايه ما تشرب كل السوائل اللي بتظهر فيها، يعني دقيقه كده بالظبط، وهبدا اضيف البصل والتوابل وبقيه المكونات. وادي عندي المكرونه الاسباجيتي اهي بتتسلق، وادي الحشوه على العين التانيه. نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص كده الفراخ اتشوحت كويس جدا، هضيف عليها البصل متقطع كده يعني مكعبات صغيره، تقلب دلوقتي بقى هبدأ أضيف التوابل، جميع التوابل اللي عندك حطيها، فلفل، كمون، سماق، كزبرة، حبهان، كل جميع أنواع التوابل اللي في الحياة حطيها على الصلصة دي، هتخلي ريحتها روعة. هحطها وأوريها. حطيت جميع أنواع التوابل، كمون، ملح، فلفل أسود، شوية شطة، كزبرة، حبهان، جنزبيل، وبعدين ضفت الجزر، وبعدين المشروم، وهقلب شوية، وبعدين هضيف السبانخ، وكده تبقى حشوتنا جاهزة. وظبط الملح طبعا. ادي الحشوة بتاعتي تقريبا قربت تستوي شوية كده، وهحط لها حوالي ربع كوباية كريم الطبخ، وكده تبقى استوت واطفي عليها. خلاص كده هحط كريمة الطبخ اهي، او اي نوع بقى انت عندك. احط بس ربع كوبايه كده واقلب، الريحه عايزه اقول لكم خرافيه. هقلبها كويس كده واخليها تاخد طعم الكريمه، واطفي عليها، وكده حشوتنا جاهزه. ادي المكرونه السباجيتي بتاعتي خلاص استلقت، هصفيها حالا، وكده فاضل لي هعمل البشاميل وخلاص. هوريكم هنعمل دلوقتي البشاميل. حطيت معلقه كبيره زيت على معلقه كبيره زبده على نار هاديه، وادي عندي معلقتين كبار دقيق، وعندي كوبايتين حليب، كوبايه حليب، كوبايه ونص كده، لان انا هعمل شويه صغيرين. هستنى لما الزبده تسيح على نار هاديه، احط الدقيق واقلب لغايه ما الدقيق يستوي، وبعدين احط الحليب واوريكم. اهو حطيت الحليب مره واحده على الدقيق بعد ما حمرته، وبعدين ابدا اقلب بالمضرب لغايه ما يتقل، وحطيت شويه ملح وفلفل. ادي البشاميل بتاعي استوى، حطيت عليه شويه جبنه شيدر، انا بحب الجبنه فيه كتير، وحطيت حوالي برضو ربع كوبايه كريمه، وهقلب وطفيت عليه. خلاص كده هنبدا نركب الطبق بتاعنا. هجيب بايركس وهدهنه
زيت او زبده زي ما انت عايزه، واحط عليه المكرونه. هوريكم حالا الخطوه دي. جبت بوله كبيره وحطيت عليها المكرونه، حطيت عليها شويه من البشاميل وشويه من الحشو اللي انا عملته، وقلبت كله في بعضه. وادي البايركس بتاعي اللي انا هدخله الفرن، دهنته زيت كويس جدا بالفرشه. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط نص المكرونه دي في البايركس والحشو، وبعدين النص التاني واحط على الوش البشاميل وجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر ميكس جبن يعني، وهوريكم الخطوه دي حالا. حطيت نص المكرونه وبعدين حطيت الحشوه بتاعتي. عايزه اقول لكم ريحه الحشوه خياليه يا جماعه. ودلوقتي هحط النص التاني من المكرونه واوريكم. حطيت النص التاني من المكرونه، سويتها اهو. دلوقتي بقى هحط البشاميل على الوش وميكس الاجبان، وهوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن، وانا مشغله الفرن من حوالي 10 دقائق، هوريها لكم لما تخلص. ادي شكل البايركس بتاعي لما غطيت الوش بتاعه بالبشاميل وحطيت بقيه الكريمه، كريمه الطبخ عليه. وادي ميكس الاجبان اللي هرشه على الوش، وهوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن، وندخلها الفرن ونشوفها مع بعض. ادي الشكل النهائي قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن بقى دلوقتي وهقول لكم هتقعد قد ايه، لغايه ما الوش يحمر، وكده تبقى اكلتنا جاهزه. ادي النجرسكو في شكلها النهائي، تحفه جدا وريحتها خياليه. جربوها على ضمانتي، حلوه جدا. تقدروا تقدموها بقى مع سلطه عاديه، مع بانيه، زي ما انت عايزه. ممكن تاكلوها كده لوحدها، حلوه جدا. الطريقه سهله والمكونات بسيطه، موجوده في كل بيت. تقدري تجربيها ان شاء الله، وان شاء الله تعمليها وتعجبك. حلوه جدا جدا جدا. الف هنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب جدا باذن الله. باي باي. عايزه اقول لكم الطعم خيالي، تحفه جدا. جربوها بجد على ضمانتي، جميله جدا جدا جدا، وجوسي كده وحلوه قوي قوي قوي. بالهنا والشفا، وجربوها وقولوا لي رايكم بقى. حلوه فعلا بصراحه، تستحق التجربه عن جداره. الف هنا وشفا يا رب.